بيكم ومرحبا في قناتكم قناة روزا تشانل وفيديو جديد عن مسلسل اخواتي. وقبل ما نبدأ حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على القناة. عاملين فيه على انستجرام، تنسوش تعملين سبسكرايب للقناة التانية، سيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدأ الفيديو ده. هكلمكم عن مسلسل اخواتي واخبار مفرحة جدا 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 عن المسلسل. امس اتعرضت الحلقة السابعة من مسلسل اخواتي، ومسلسل اخواتي من المسلسلات الجيدة والقوية خلال الموسم ده. وايضا بيعجبني ان ممثلين المسلسل مش مشاهير، لكن المسلسل محبوب، دايما نسبة مشاهدته مرتفعة. وبعد ما بتتعرض الحلقة بننتظر تاني يوم عشان نعرف نسبة المشاهدة، لان نسبة المشاهدة اللي بتعرفنا المسلسل ده هيستمر او لا. وحصل مسلسل اخواتي الحلقة السابعة على نسبة مشاهدة 10/12، وتقريبا على وشك ان هو يتصدر كل المسلسلات اللي بتتعرض يوم السبت. لكن الصحفي الولد النمام كان رأيه غير كده، نسبة مشاهدة مسلسل اخواتي نسبة جيدة جدا. اما الصحفي الولد النمام كان كلامه عكس ذلك، وقال ان مسلسل جبل جنول ومسلسل اخواتي اللي هما متصدرين نسبة مشاهدة يوم السبت، قال ان نسبة مشاهدتهم غير لامعة، ويقصد ان ما تفرحوش ان نسبة المشاهدة مرتفعة كده. وايضا كمل وقال على مسلسل نجمة الشمال انه مش افضل مسلسل، وعلى مسلسل تأترك بابي اخر اسبوعين عدى بصعاب كتيرة، ويقصد ان نسبة مشاهدة بتاعته منخفضة جدا. وكمل وقال بتوقع ان الفترة اللي جاية اخبار المسلسلات تؤثر فيا، وارد جدا، نشوف اللي هيحصل في المستقبل. ما عجبنيش رأي الصحفي الولد النمام في المسلسلات، لان مسلسل اخواتي نسبة مشاهدته جميلة جدا. ليه الصحفي النمام كان رأيه ان احنا ما نفرحش بالنسبة المشاهدة دي؟ وايضا بالنسبة لنسبة مشاهدة السوشيال ميديا، حصل مسلسل اخواتي على المرتبة التالتة بعدد اصوات 35249 صوت. وايضا في نسبة سميرة، وهي النسبة اللي بتهتم بهاشتاج المسلسل وبالمسلسلات والبرامج اللي بتتعرض يوم السبت، حصل مسلسل اخواتي على المرتبة الخامسة والاخيرة بعدد اصوات 4081 صوت. مسلسل قوي وفعلا يستحق نسبة المشاهدة دي. وبس جايكم الفيديو خلص، اكتبوا رأيكم في الكومنتات. لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم. تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.